تسأل العقيل: يا صالحة، هل تعرفين دار أمير المؤمنين علي؟ قالت: يا هند، هنولاك مسلم لا يعرف علي ابن أبي طالب؟ قالت: يا صالحة، هل كنت خادمة في بيت علي؟ أنا كنت خادمة في بيت علي، يا لله، أنا كنت خادمة في بيت علي، أنا كنت أخدم الحسين وأخدم أولاده الأكبر علي، حبيب الحسين. هذا ضجوا، الله أكبر، كل من يسمع يبكي. كنت أخدم حبيبتي زينب ابنة علي، هذه فخر المخدرات، هذه سيدة العقائل من قريش ومن بني هاشم. لا إله إلا الله، زينب تحن، الله أكبر، تول. إيهن يا هند، قولي. قالت: أسألك عن الحسين، هذا حبيب رسول الله، حبيب علي، أسألك، إذا تعرفينهم بالمدينة هذولة، أسألك عن الحسين، أسألك عن قمر العشيرة، أخو الحسين هذا العباس، هذا حبيب زينب وكفيلها، أسألك عن الأكبر علي شبيه رسول الله، أسألك عن القاسم، تركته طفلا صغيرا، هذا ابن الحسن مولاي، أسألك عن سكينة أكبر بنات الحسين فاطمة الكبرى، أسألك عن، الله أكبر، ليلى زوجته، رملة زوجة أخيه، أسألك عن الرباب زوجته. قامت زينب، مولاتي زينب وقفت، لما قامت كل الهاشميات وقفوا، بعد كل النساء وقفوا، العقيلة وقفت، الله أكبر، الجبير من يوقف يوقف الباقي. زينب لما وقفت قامت هم، شافت الكل وقف، وقفت هم، ألقت زينب، مولاتي سكينة تروي الروح، ألقت زينب عن حجابها، رأتها هند كأنها شبهت بها، هذه شايفتها نويل هذه المرأة، الله أكبر. قالت: يا هند لك يا زيتينة، تسألين عن الحسين رأسه عند يزيد، تسألين على العباس تركته على شاطئ الفرات والسهم نابت في عينه، تسألين عن الأكبر قطعوا بالسيوف إربا إربا، تسألين عن القاسم قتلوه، عن ليلى هذه ليلى هذه رملة، عن سكينة هاي سكينة التي وضعت رأسها بين ركبتيها، على من السألين؟ الرباب، هاي الرباب، هند انبهرت. سألين عن زينب، أنا زينب اللي يحجون علي، أنا زينب اللي يحجون علي، أنا سلت المصايب ما سلني، أنا بيوت المعالي خدرتني، أنا سيوف الهواشم حارستني، لكن طمرات الأكبر طبرتني، وطاحت قمر هاشم سبتني. لما سمعت انشقت ثوبها، شبقت العقيلة وقبلتها، وقبلت رجليها انحنت، وطلعت تصرخ: أيوة سيدة، أيوة حسينة. أهل الشام شافوا زوجة أميرهم خرجت، قالوا: يا أميرة أجنلتي؟ قالت: سود الله وجوهكم، أتفرحون؟ هذه بنات علي، بنات محمد، الله أكبر، ماخذينهم سبايا. دخلت إلى يزيد، يزيد رآها: كيف دخلت بين النساء؟ أين حجابك؟ قالت له: سود الله وجهك يا يزيد، أتسترني وقد فضحت بنات رسول الله؟